أهلا بيكم في قناة القاضي التعليمية. النهاردة هيكون معانا بداية كورس الإنجليش، هنبتدي نتعلم إنجليزي من الصفر ومعاكم لحد مستوى الاحترافية بإذن الله. وأول حاجة هنبتدي بيها النهاردة الحروف. حروف عندنا متقسمة capital letters و small letters، حروف capital وحروف small. الناس ورايا: A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. مرة كمان: A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. ودي حروف الانجليش. اول حاجة لازم نبقى عارفينها ايه استخدامات الحروف الكابيتال او بتيجي فين وايه لازمتها. حروف الكابيتال بتعلن عن بداية جملة جديدة. يعني ايه الكلام ده؟ اول حرف في اول كلمة في الجملة لازم ان يكون كابيتال. اسماء الناس، المناطق، المدن، الدول، الجنسيات واللغات، كل دول لازم يبقى أول حرف فيهم كابيتال. الأماكن العامة برضو أول حرف فيها لازم يكون كابيتال. برامج التلفزيونية والأفلام أول حرف فيهم كابيتال. الضمير أي، أنا، في أي مكان في الجملة لازم يكون كابيتال. وفي الاختصارات أول حرف من كل اختصار، من كل كلمة في الاختصار بيكون كابيتال. والاختصار عامة كل حروفه بيكون كابيتال. يبقى أنا لازم أكون عارف إمتى بالظبط الحروف بتكون كابيتال وإمتى بتكون سمول. حروف عندنا مقسومة نصين: حروف متحركة وحروف ساكنة. الحروف المتحركة خمسة: A I O U E. حروف متحركة A I O U E. الحروف الساكنة هي كل الحروف معنا متحرك، يعني بقية الحروف كلها هي حروف ساكنة. هنبدأ بحرف الإي. قواعد النطق: هنبتدي بحرف الإي وكل حالات النطق الحرف الإي. أول حالة عندنا إذا جاء حرف إي بعده حرف آر فإن حرف الإي ينطق مفخم. طب إزاي؟ بارد، بارن، جار، فارن. بارد، بارن، جار، فارن. إذا جاء حرف الإي غير مطبوع بحرف آر، يعني لو جه إيه ما فيش وراه آر ينطق خفيف. مات، بات، كات، فات. مات، بات، كات، فات. طب لو جه ايه وراها واي او ايه وراها اي او ايه وراها اي بتتنطق زي ليه في العربي. طب ازاي؟ كير، ترين، داي. مرة تانية: كير، ترين، داي. يبقى هنا الايه اتنطق زي ليه. طب عندنا ايه تاني؟ الاي لو جه بعديها دبل ال او يو او دبليو بتتنطق او. طب زي ايه؟ بول، توك، كوز، اوفل. مرة تانية: بول، توك، كوز، اوفل.
لكن في شواذ للقاعدة دي زي كلمة challenge. challenge اللي هي نطقت ايه؟ كلمة watch. watch اللي هي نطقت او. حرف الايه برضو بيتنطق زي الفتحة لو جه في اول الكلمة وبعديه حرف ساكن غير حرف الار، يبقى اي حرف ساكن غير حرف الار، لان احنا اتفقنا ان لو جه ايه بعديها ار بيتنطق مفخم. above admit alone ago. above admit alone ago. انما ياتي حرف ايه قبل الحرف الاخير في الكلمه وقبله حرف ساكن وبعده حرف ساكن، يعني لو الايه كانت في اخر الكلمه وقبليها وبعديها حرف ساكن بيتنطق خفيف جدا. طب ازاي؟ approval festival normal hospital. مره تانيه approval festival normal hospital. يبقى انا كده بخفف الايه جدا لما يبقى بعديها حرف ساكن وقبليها حرف ساكن. لا يلفظ حرف الايه اذا جاء في اخر الكلمه وبعده تركيب جي اي او تي اي. ازاي؟ village village climate climate image image accurate. في كلمة شاذة مساج، يبقى هنا هو تلقيت نطق تاني. ده بالنسبة لنطق حرف الإي. حرف البي ينطق حرف البي في بداية أو وسط أو نهاية الكلمة. المقصود هنا إن حرف البي في أي مكان في الكلمة بيتنطق زي البه. بيج تيبل رب. مرة تانية بيج تيبل رب. لا ينطق حرف بي اذا جاء قبله حرف ام، يعني حرف بي ما بينطقش لو جه قبليه حرف الام. مثل كوم كلايم بوم دام بلامر. اجين كوم كلايم بوم دام بلامر. يبقى ان هو عشان البي جه بعد الام ما تنطقش، بس في استثناءات للقاعدة دي زي كلمة كرامبل هامبل تامبل نمبر. مرة تانية كرامبل هامبل تامبل نمبر، ودي استثناءات ان بي ما تنطقش بعد حرف الام. لا ينطق حرف بي اذا جاء بعده حرف التي. مثل ديت داوت ديت داوت. برضو القاعدة دي لها استثناءات زي كلمة سبتند سبتايتل سبتند سبتايتل، ودي قواعد اللي تخص حرف البي. بالنسبة لحرف السي، فحرف السي ما بيتنطقش سي إلا لو جه بعديه اي او اي او واي. يبقى حرف السي بيتنطق سي لو جه بعديه اي او اي او واي. طب زي ايه؟ سنتر مايس ايسي. مره تانيه سنتر مايس ايسي. طب بيتنطق كي مع بقيه الحروف؟ بيتنطق كي مع بقيه الحروف لو جه بعديه اي حرف غير الثلاثه اللي قلنا عليهم، زي كلمة cat car coat. cat coat وينطق كي برضو لو جه في نهاية الكلمة. picnic Arabic picnic Arabic. ينطق سي إذا جاء في نهاية الكلمة وبعده إي أو أي أو واي. إحنا اتفقنا إن هو كده لما بيجي بعديه اي او اي او واي ينطق سي. ايس نايس رايس. ايس نايس رايس.
طب لو جه بعديه حرفين متحركين وراهم حرف ساكن ينطق ش، زي اوشن، السي جه بعديها اي اي حرفين متحركين وبعد كده حرف ساكن فاتنطقت ش، اوشن، اوفيشال، اوفيشال، انشنت، انشنت، الكتريشن، الكتريشن. وينتج شين ايضا لو جه في التركيبات دي سي اي اي، سي اي اي، سي اي او، اكس اي او. سبيشال، سبيشال، سبيشس، سبيشس، انيشس. سبيشال، سبيشس، انيشس. اذا جاء مكررا في الكلمه وجاء بعده اي او اي او واي، يعني لو جالنا دبل سي اتنين سي ورا بعض وبعديهم اي او اي او واي، الحرف الاولاني هيتنطق كي والحرف التاني هيتنطق سي. طب ازاي؟ اكسيدنت، اكسيدنت، سكسس، سكسس، اكسبت، اكسبت، اكسس، اكسس. يبقى انا عندي اول سي اتنطقت كي، تاني سي اتنطقت سي. لو جه بقى دبل سي يعني اتنين سي وبعديهم اي حرف تاني غير الاي اي واي هيبتدي كي، اكاونت، اكاونت، اكوريت، اكوموديشن، اكوموديشن. بالنسبة لو جه اس سي هتتنطق سي، لو جه اس وراها سي بتتنطق سي، زي سين، سين، سيناري، سيناري. لو جه سي اتش تنطق شين، تشايلد، تشير، children. مرة تانية child، chair، children. بس النطق بيتغير لو جه سي اتش بعد الاس هتتنطق school، يبقى هنا سي اتش اتنطقت كي، school، schooler، scholarship، school، schooler، scholarship. وكده نوصل لحرف الدي. حرف الدي لو جه متكرر بنضغطه. طب ازاي؟ اد، اديشن، اد، اديشن. احيانا ما بتنتش لو جه قبله او بعده حرف الين. طب زي ايه؟ هانسون، هانسون، وينسداي، وينسداي. يكاد لا ينطق لو جه بعديه حرف جي، يعني نطقه خفيف جدا لو جه بعديه حرف جي. ريدج، فريدج، نوليدج، ريدج، فريدج، نوليدج. برضه يكاد لا ينطق لو جه بعديه حرف جا، سوري حرف جي. ادجكتيف، ادجسنت، ادجست، ادجكتيف، adjacent، adjust. ينطق حرف الجي في بعض الكلمات، يعني بيتنطق جي في بعض الكلمات. soldier، graduate، soldier، graduate. حرف الاي ينطق الكسرة إذا جاء في وسط الكلمة، يعني حرف الاي لو جه في وسط الكلمة بيتنطق زي الكسرة. fed، bed، هن، تن، فد، بد، هن، تن. وينطق زي الياء لو تكرر في الكلمة. ويك، ويك، بيف، بيف، بي، بي.
لا ينطق إذا كان في نهاية الكلمة، يعني الإي لما تيجي في آخر الكلمة ما بتنطقش. لايف، شور، ليت، سيم. لايف، شور، ليت، سيم. بالنسبة لتركيبة إي إيه ليها أربع طرق للنطق هنعرفها بالسمع لأن ملهاش قاعدة محددة. أول حاجة تلفظ كالياء مشبعة، تاني حاجة تلفظ كالياء خفيفة ممدودة، تالت حاجة تلفظ كالياء خفيفة، آخر حاجة تلفظ كالألف. هنبتدي بأول حاجة كالياء مشبعة. weak، steam، see، heat، ear. تاني قاعدة عندنا يبقى يلفظ كالياء خفيفة ممدودة مثل bear، peer، swear، break، great. يلفظ كالياء خفيفة مثل instead، did، thread، bread. مرة تانية instead، did، thread، bread. وبيتلفظ زي الألف heart، heart. الشواذ بتاعتها creator، creator، create، creator، create. بالنسبة للإي لو جه بعديها أي تنطق زي الياء المشبعة، لو جه قبلها سي أو إس أو زد. receive، receive، deceive، deceive، seize، seize، ceiling، ceiling. وتتنطق زي حرف الـ A لو جه بعده التركيبة جي اتش أو جي. vein، veil، weight، eight، vein، veil، weight، eight. بس تختلف either down، height، either down، height. تركيب اي او يلفظ يو، جيومتري، جيولوجي، جيوغرافي. جيومتري، جيولوجي، جيوغرافي. لا يلفظ في التركيب اي او اذا كان في نهاية الكلمة. سيلفر، كليفر، رولر، بيتر، بيكر. سيلفر، كليفر، رولر، بيتر، بيكر. ينطق يو اذا جاء في اول الكلمة وجاء بعده حرف اليو. افريت، يورو، يورو. افريت، يورو، يورو. اذا جاء تركيب اي دبليو في اخر الكلمة فانه ينطق واو مشبع. نيو، نيوز، جرو، درو، سكرو، دو. يبقى الاي دبليو بتنطق واو مشبع. نيو، نيوز، جرو، درو، سكرو، دو. وبتنطق يو بعض الكلمات زي نيفيو، كيرفيو، فيو، ميو. نيفيو، كيرفيو، نيو، ميو، فيو. ينطق التركيب اي واي كحرف الاي مثل مانكي، دونكي، فالي، جورني، كي، هاني. مانكي، دونكي، فالي، جورني، كي، هاني. الشواذ بتاعت القاعدة دي انه بيتنطق زي حرف الاي. اوبي، جراي،
زي سيرفي كونفي اوبي جري زي سيرفي كونفي. كده نكون خلصنا من حرف الاي. حرف الاف ملوش قاعدة نوت مميزة وينطق كما هو. فات فار فور فورم فان بيفور افتر. فات فار فور فورم فان بيفور افتر. حرف جي لا ينطق اذا جاء قبله حرف الاي وجاء بعده حرف الان. زي ساين ساين لاين لاين ريزاين ريزاين فورين فورين. طب القاعدة دي برضو ليها شواذ. اجنوستيك سيجنتشر سيجنتشر ريزاينيشن ريزاينيشن ميليجنانت ميليجنانت سيجنال سيجنال. حرف الجي برضو ما بتنتش يجي بعده حرف الام. بارادايم بارادايم. طب امتى بيتنطق في القاعدة دي في كلمة اهي؟ باراديجماتيك باراديجماتيك. يبقى لا ينطق لو جه بعديها حرف الام بارادايم بس في شاذ ليها باراديجماتيك. لا ينطق اذا جاء قبله حرف اليو وجاء بعده حرف الان. اوبن اوبن لا ينطق اذا جاء في اول الكلمه وجاء بعده حرف الان. ناو ناش نات ناو ناش نات. بيتنطق زي الجي لو جه بعديه اي او اي او واي. جينيروس جينيروس. انجينير انجينير. ستانجي ستانجي. يبقى انا عندي حرف جي لو جه بعديه اي او اي او واي ينطق ج جي، لكن لو جه بعديه اي حرف تاني هيتنطق جيم. تركيب جي اتش لا ينطق اذا جاء قبلهم حرف الاي. سايت نايت فلايت هاي ساي. سايت نايت فلايت هاي ساي. حرف الاتش لا ينطق اذا جاء قبله حرف الجي وجاء بعده حرف متحرك. يعني لو جه قبل حرف جي وجه بعده حرف متحرك لا ينطق. جوست جوست لا ينطق اذا جاء قبله حرف الدي. بوديزم بودست بوديزم بودست لا ينطق اذا جاء قبله حرف السي وجاء بعده حرف متحرك. زي كلمة سكول سكول. سكازم سكازم لا ينطق إذا جاء في أول الكلمة وجاء بعده حرف أو. أونر أونست أونر أونست لا ينطق إذا جاء قبله حرف الأر. رايم رايمو ريتوريك ريزم. رايم راينو ريتوريك ريزم لا ينطق اذا جاء قبله حرف الدبليو. مس وايت وين وات واي ويتش وير. وايت وين وات واي ويتش وير. اذا جاء قبله حرف الدبليو وجاء بعده حرف الاو ينطق
H O who whole wholesale who whole wholesale. لا ينطق إذا جاء قبله حرف الإي وجاء بعده حرف متحرك. vehicle vehicle vehement vehement. لا ينطق في جميع في نهاية جميع الكلمات او او. لا ينطق إذا جاء قبله تركيب إي إكس exhaust exhaust exhibit exhibit exhibition exhibition. لا ينطق في بعض الكلمات مثل our our annulation sorry annulate. وبكده هنقف النهارده وهنكمل في فيديو تاني ان شاء الله. يبقى انا خدت حروف A B C D E F G H، خدت الحروف دي خدت ازاي انطقها. الناس محتاجه تسمعها مره واثنين وثلاثه لغايه ما تتعود عليها، ويحاولوا يخرجوا كلمات بره ويترجموها عشان يبقى معانا كلمات كافيه. ان شاء الله هخلص كورس النطق كورس الصوتيات، وبعد كده اخش في تكوين الجمل والازمنه وازاي نتكلم انجليش صح، وازاي نعمل محادثات. الناس تتابعني اول باول، وانا هحاول ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات.